حاجة أساسية ومما لا شك فيه، كلنا بنيجي فترة من فترات حياتنا نحس شوية إن إحنا مكتئبين، متضايقين، زهقانين، زعلانين، واتيفر إيه اللي إحنا حاسين بيه. بس خدوها مني نصيحة ورجاء، أول حاجة في بروتوكول التعامل مع الاكتئاب بلاش تتواصل مع أي حد لو سمحت، لأن ببساطة شديدة الاكتئاب اللي عند حضرتك راح تنقله للي انت قعدت تحكي معاه في التليفون ساعة ساعتين بغرض ان انت تخرج من الاكتئاب. وفعلا دي حقيقة، ممكن يكون كلامك مع الشخص دوت خلاك تخرج من الاكتئاب، وممكن هو للأسف الشديد لقط منك الاكتئاب دوت، انت تخلصت من اكتئابك، ويمكن انت شخصيتك قدرت تخلص الاكتئاب بعد يوم بعد يومين، لكن هو لما اكتئب ولما اتكلم ولما سمعك وانت مكتئب قلبت عليه مواجع كتيرة جدا، خليته عايش في الاكتئاب ده ممكن بدل اليوم 10 وبدل اليوم شهر واسبوع. فحرام، مفيش داعي لكده. لما تبقى مكتئب او زعلان، كلنا اكيد مكتئبين، اما ان انت تصطفي مع نفسك كده وتقعد وتحكي لنفسك اللي انت متضايق منه وسبب اكتئابك وتحاول تخرج منه، او تختار شخص مقرب اليك جدا لدرجة ان هو يكون عايش نفس ظروف الاكتئاب. تم منتهى البساطة، لان فعلا محدش مستحمل اي حاجة ياخدها من اي حد، ولا احنا محتاجين طاقات سلبية. المفروض في الفترة اللي جاية دي والفترة اللي احنا عايشينها وفي الوضع اللي الناس كلها بتمر بيه، اهم حاجة ان احنا نحتك بس بالناس الايجابيين. الناس اللي عندها طاقات سلبية بلاش، الناس اللي هتجيب لك إحباط وملل وتخليك مش قادر تواصل حياتك بطريقة كويسة وبطريقة مثمرة وبطريقة ناجحة، يبقى بليز بلاشهم، وخلينا مع الناس الفرفوشة المتفائلة اللي عندها حسن ظن بالله وعندها أمل وتفاؤل في الحياة، إن أكيد 100% إن شاء الله بكرة هيبقى أفضل من اليوم.